سلام البنات، كي داير لاباس عليكم اختي؟ جيت المغرب البارح من المطار من فرنسا ومايا الكلاس تورا البارح عاوتاني في المطار شدوني وبداو عليا عرفتي تنموتو بالضحك. دابا عاوتاني في الحمام تيبقاو صافي انايا انا راه وانا اختي مسحت الفيديوهاتي باش ننسى ونسى واش اختي حنا المغاربه ما تنساوش ايام الزنزال تيهضروا على الزنزال دابا هما تيجبدوا عاوتاني وانا البنات عندي بزاف د الحوايج انا خسرت دغيا تنسى عندي الولد هذاك الولد القرش خاصني نقلب ليه على الكرا كريت ليه 6 شهور السيده كريت ليه البارطمان فرشه 6 شهور دابا راهي سالات خاصو يدوز رمضان خاصني نقلب ليه حطيت بومبيداما في الجولف جيت انايا للحمام خاص المراه اللي عندها الوليدات تتبني خاصهم يعطيوها التصريح باش تبني الفوق باش نكملو هادشي اللي عارفين مسعاك داكشي اللي ما عارفينش اللي انا خاصني ندير يعني وخاصني نشوف نعلق فين ندوز رمضان عرفتي بغيت نهرب لشي بلاصه باش ندوز رمضان هاك بوحدي يا اختي ونتكا نشرب الحريره وعندي الكلوات والعقص والطقطق وداكشي الا تلاقيتو معايا ما تبقاوش تسولوني صافي طقطق عشان مالك ونضحكوا ناري واحد العقص وفي الحمام دابا كلشي هانت هي واحد القرايديه اخت وحق الله صافي عييت اختي صافي نساو اختي نساو راه عندي هكم يدار شلا ما يدار خرجت من الحمام صحتي خرجت بيضه ياك وداكشي ايوا داكشي ومشيت جبت مون بيدامو راه جا مع داك صاحبو اللي متيحملنيش يبقى يعيرني راه هو جاي اختي راه اش نعاود ليكم انتوما غير تبقى تقولوا لي باقي انتوما عاقلين على داك انا راه وسط العقص ايوا اختي راه تيبقى يبرقق لي تيبقى يقرا عرفتي هذا اللي معاه تيقرا تعاريق وتيمشي يترجمهم وتيديهم عند واحد المغربي وداكشي تيجي وتيعاود مريض بيا هذا وما عرفت مالو ها هو اختي انا دابا راه شي شنو قلبي غادي يطرطق بعدا مشينا للحمام عرفتي شعري ما بقاش اختي ينشف شحال هادي ما كانش كيف زق دابا راه دار لي الفوط هاك اختي فاز قلبوط قلبي ما عرفت اختي مالي وحق الله المهم اختي غنمشي عاوتاني نحطهم هانتوما السيكان ما لعبتش معاهم اليوم غدا غنمشي واحد الكور بعيد غنلعبو غنسافر غدا باش نلعبو وصافي اختي انا راه عندي المشاكل انا ربي لي عالم بي عندي المشاكل انتم باقا صافي نساو داك الموضوع دابا تنحيد المشاكل تنشوف هذاك الولد نشوف ليه هذاك الشيء بان يدوز رمضان وداك الشيء وسيده وطر وداك الشيء نحيد كل نهار غادي ندير طقطق وداك الشيء ما بغاش يخليني نجلس في المغرب معنينا ماشي عارفه دابا اختي وصاحبو عقص وداك الشيء قال لي انتم المغاربه معروفه عليكم الضيافه هو راه شوفي اش دار ليا واش دبزنا دبس على قبلو في هذا ما عرفتش علاش هاد الصبع تيبان في الصيف و تنبكي وكنا غنتفارقوا ونساو قال لك دابا عاوتاني جايبو معاه وقال لك عاوت ما دبزيش معاه راه هو اللي تيجبدني و تيبقى يبرقق لي مشاكل صافي اختي نسكت انا عرفتي غندير سكوتش والله تنشري سكوتش هاد صاحبو كان غيجي هاديك المره حكمه فيها المراه وما خلاتوش وفرحت دابا انا دبز معاه قال لها نمشي ونتي ما تمشيش معايا باش يجيب بوحدي اختي باش يبقى يدابس معايا باش يبقى يقرا اختي التعاليق و تي عاد شي يبقى يشوف و عاد شحال في التيك توك و تيبقى يقول لي شحال عرفتي راه شي حوايج بسم الله اختي دار بحال وحاضيني شنو تندير ستوري تيبقى يجي يتفرج قلت صاحبو هو مو بيتا مراد وخلى مراتو دابا وكره غادي تندب ها هو دابا جاي اختي يجي معنا يمشي معنا او كاع ما مسوق لهذا وطقطق اختي داكشي ونشوف اختي الملال باش نجيب بوحديتي اختي ونفوج ونمشي حتى انايا ونمشي اختي نتقدى البيجامات للدريات اللي غادي يمشيو عليا كاين معايا في الزنزانه انا بغيت نمشي ونتقدى البيجامات ونتقدى المونه وداكشي ونوجد ونجمع معايا الموزيط وكل شيء وهذا دابا اختي هذا ما يخليك ديري والو ناري الزنقه شحال خاوي واش ما كاين حتى واحد اش كيديروا الناس اليوم السبت واش ما تيخرجوش المغاربه ايوا شوف الزنقه خاويه يا اختي نتوما بربرات يا اختي سعدات اختي قلبكم بارد منين يا اختي نتوما عطيها التخرويض تبقى يا اختي توصل الهضره وتبرقيق وداك الشيء من تحت لتحت تبقاو تغامزه وتتر وجلس يا اختي هذيك وانا مخليني خارجه خليني اختي خارجه خليني انا خارج فين الزين الدري طويل فوق البيكاله راك اختي من بعيد اول اختي على القرايديات وانا ميته بالجوع كليت اختي شربت اتاي كليت بغريره وكليت رغيفه
وفيها العسل ومشيت اخشر هذاك الجولف بعد قلبي وكريت هذاك سميتو شربت دوايا وكريت اخشر فيرجن موخيطة شحال بقى رمضان اخشر بقى فيرجن موخيطة اخشر العواصير العواصير جو سخون سبعة وتلقى الدنيا عامرة على جو سخون كاين اخشي شوية اخويا شوية تشميشة اولا الدرمات ماشي خرجوا لا جو سخون شوف البرد اخشي شي فرفر فين اخويا الجو سخون وتمشي عند شي وحدين تيديروا المانيكا بيديكور ما يكونش عندهم اخشي اخويا الزحام عاوتاني غيبداو عليا حيت انا اخويا حياتي كلها ولات حيت اجي اخشي اخويا ندوز من هنا هنايا خاصني نمشي لعير خرج الفلوس ناري على دوره غنجيب او ماي جاد فهمتو البربرات قاس انا اختي تيبقاو اختي تيبقاو يقليو الميش وتيديروا التبرقيق وطر وداك الشيء وتيبقاو جالسين دابا حتى وحده يا اختي من المترمات ما خارجينش ها جالسين اختي في الدار حاضيني انا عام سير بعيد بنا خويا راه جرك معايا الله يدير مولاه يهضر معايا انت يا مشتري مزركم معايا ايوا ورينا جلاية جلبة ديال العقيق ديال المونزونة اسكت راه انا لايف قالك طقطق داك الشيء فهمتوني راه شي بويسه خلونا نحماقو اختي خلونا نحماقو على بلادنا خلونا اختي نخرج اختي الحماق اللي فيا راه غادي تسطا ها ويلي اختي مشاكل واحد النوطير يا سيد ربي شي يا سيد ربي راك عالي وعالم ما باغا اختي والو انايا انا اختي باغا غير راحت البال ما باغا اختي ما بغاش الفلوس ما بغيت والو اختي غير بعدا ملي عطيني شي ساعه عاش سيدنا راه يسورة الملك راه اختي وداك الشو العلام واقف الرايه تشوف الفير علام واقف سر انا بغيت يا سيد ربي عش سيدنا وطول عمر سيدنا اسمي غندوز خرجت عليه تلفتوني انا ما بقاش ناكل انا ريجيم انا ما بقاش ناكل البارح مشيت للريستوران عرفتي وصلنا حتى 11 ونص مشينا ديريكت مع انت مشيت للريستوران طي وكليت وانا جونا الرد ما انا يمكنش اختي انا مرضتوني انا في اعصاب كاينش غادي نضعف غنولي ان شاء الله في 52 كيلو ما حيدش ليا الطبيب ودابا راه تنتمشى نتوما والصبر ديرا اختي الكوكت الزناقي حتى توصل غادي نمشيو للريستوران مع سعود انا مع 8 ونص نوقف ما في اختي ما يبقى اختي نسمع لكم انا هذاك العقيص وهذاك العقاص يبقاو هما ماشي يهضروا على هذوك المواضيع انا ما تنحبش ذوك المواضيع انا اختي غادي نمشي نجيب عايشه جواله انا فيني طراس طاريه العلام واقف هاتوا بالحمام ها اللي قلت شي حمام طارت هذاك هو العلام عاش سيدنا اختي العلام هانتي والجامع شوفوا تبارك الله شوفوا الجامع والحمام والعلامات واقفين انتي يلي شتك اختي خارجة شوفوا شحال هزة ديال الشيبس ما تدوريش شوفوا شحال هزة ميكا عامرة بالشيبس هذه دابا راه تقطعات جات القطعة تينوضو بطرونات البربرات تخشي مسجد تمشي لها نكمل لكم الحديث الا تختي باش ما نهضرش معاها دابا وحنا قدام الجامع ندو الذنب حالتك ما جد امك انت هي حالتك مالي اختي ها 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 بومبا يا اختي بومبا ما تخشي نكمل فهمتي جات دابا القطعه تمشيو البرامج اش يديروا تيبقى حت يا اختي بارطاجي وشوفوا شنو غيوقع ويلي ما كانش عليها تقول هكا ويلي شتي وتبرقيك يا اختي السل الضص صافي تتنوض اختي تبقى تبقشش وتنوض اختي تخمل كوزينه اش كاين ما يتكال واش يطيح لها الطونسيون بالسم يا اختي وتقراضيت وتتقول اش كاين اش ما كاين وفين عمو الخضراء عمو الخضراء اشنو السلام فيديو برشيكا واش غنجينا يلا سير غنبقى نسلم عليكم سير اخويا السلام معنا ويلي الله يهديك وي سير اخويا راه غنبقى نسلم بالوجه لا ما بغيناش الوجه حنا نسلموا معاك يلا سير باي باي يلا شوفوا حنا ما تشوفوش شوف ها هو تشيتي زيد ديما كوكب وي كوكب يلا عاجي اش الصوره زيدوا اش كديرين ديما كوكب ما زوينين ما والو اخويا ولا كوكب زدقادق ولا كوكب لاباس هما يا اختي خارج القريديات صحابك الويبيطه ها يلا نمشي للويبيطه هذه حامله شي غزاله راه سير اختي صوري وزيدي خلاص
بون بعدي يا اختي باينه تبارك الله مزوجه بشي مطلاخ دابا راه مطلاخ يلا سيري هاي هاي زيدي زيدي تبارك الله تقو داكشي حنا بون باش تموتوا قدامكم السم يلا سيري السم يلا سيري اختي عندك الفلتر ما عنديش ما دوزي بون باش انتوما يا اختي لوي فيتونات هزلو غارديات كوكب قال لكم ديديكاس كوكب وغادي نسازو اختي قال لك اختي لوي فيتا شوف هذوك هذوك يلا باديات والسيدة البومبة تبارك الله بينا مجوزة بشي مطناخ بعد قلبي ناري هذاك الحولي العود العود حنحن يا اختي خلعني حنحن فهمتو مطناخ يا اختي هذاك الشيء حنا مطناخات مغربيات قطريش درمهم على الاوروبي زاد حنا عندنا الحمام ماشي دابا انايا دابا انا وفيات من 100 يلا خرج من الحمام وداك الخشي ولقا ودرت السقله ودرت يا خشي الصابون البلدي وداك الشيء تيزلق ونعس تخشي في البرموكلاس وخشي عشان هي والمخططات والعقل المدبر وفهمت صافار تخشي داك الشيء الخيال العلمي مشيت قال لك اختي مشيت شوف اخويا ما تهضرش معايا ما كنعرفكش واش طح ناري واحد مسطي جيش تحت فهمتو سافرت اختي بالمخيلة ديالي وركزت مزيان والصابون اختي البلدي وداك الشيء والحامض وحك يا ما تحك عشي دابا كي وليت بالله راه هكا تنسقسق بالله يا اختي انا راه بالله راه والشعر المسبساب وداك الشيء سلفني مام بيضا مو 1000 درهم قال لك رجع لي 1000 درهم ديالي ما كانش عندي الوقت باش نمشي نخرج الفلوس هو يسلفني 1000 درهم سير بعدا مني هو يسلفني 1000 درهم هو يقول لك اختي قال لي سيري ارجع لي على الدرهم ديالي وشوف يا اخت شوف اختي العيات مزوجه يا اختي بالزمانات عليكم السلام اختي هذاك اختي من داك القرايه ديال صحابك المونط الطويل شاده فيها وغادي تيتحتى زعما رانا حنا فهمتها زعما رحنا زعما حنا راه هذاك اختي هذوك الثقيلات وداك الشيء دابا غنخرج اختي 2000 درهم غنعطيه تعطى نعطي 1000 درهم وغنمشي انا 1000 درهم يلاه نمشي ندير بها المانيكير فيديكو جلابتي دو بياس واختي سير بعدا ليا اختي من جلابتي ها العار باش ما تديرش هاد الجلاب قرايديات يلا دابا خارج القرايديات ماشي مشوش تبلا البلايص الخاويين تيجيو هنا يا اختي تيديروا جيت تما غاديين وجايين وربنا اختي تما نلقاو المنقيد فهمتها في الطريق وكنت وح عليكم اختي انتوما جامدات ناري اخويا عطيني الله يعطيك الصدر ناري اختي مون بيبي دامور تفهم حتى الحمج ناري يا اختي الكريدي ودابا علاش نورك انا راه تلفوريا 2000 درهم شي حساب يا اختي نعطي 4 ديال زرق 1000 ريالات باش ما يحسبهمش يحسب نشوف يا اختي السعدو السعدو الميمون الغدارات فهمتو او يا اختي داكشي تيزلق ولا كور او بوم بعد شي داكشي عرفتي عرفتي انايا بواسون حوت يا اختي تبارك الله ها انت واش بقى عندي 1000 درهم بقات عندي 200 درهم انت اختي عشان مالك هكا خرجوا الله يسامح اختي على الله يسامح الله يعفو يسامح ميمي جبديهم جبدي ليهم الكواري شنو هي اسرع اختي بعدين مني تبقاو تجبدوا لي نسالي تقعدوا دخلوني تخرجوني في الهضره سير بعدهم مني ما خشيتش قلت فهمت اختي اختي شي ديال الزين شي ديال الزين غنمشي عند واحد عزيه تيصابوا المانيكا بديك غير 100 درهم راه اختي القضيه حاصقه واش انايا شحال باقي تابعني في المصاريف فهمت بعد قلبي مطناخة عشي دابا والله عشي دابا انا تنحس بالراحة الحمام الحمام تيرجعك اختي مرة ونص